جاءني قبل يومين فلسطيني بمبلغ جيد، فقلت له أرسله إلى فلسطين وإلى غزة، فقال لي: أتقول هذا جادا أم مازحا؟ قلت: لا، بل جاد. قال لي: بت أعتقد في أمرين. الأمر الأول أننا أمة واحدة مهما قامت الأسوار عالية، قامت الأسوار عالية وقطعونا إربا إربا وقددا قددا. وبت أعلم وأيقن. الأمر الثاني ما أستطيع ذيعه، لأنه ممكن أسأل عن اسمه ويسجلوا إرهابي، أن تحرير دمشق مقدم على تحرير نقاط 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 تحرير دمشق. فقلت: أنت فلسطيني تعتقد؟ قال لي: نعم بتعتقد. وأحث إخواني على أن يدفعوا اليوم لمعركة الفصل في سورية المباركة بالكتاب والسنة.